اهلا وسهلا بكم قناه صلاح الدين. طبعا مطعم صمد شرفتونا. الحمد لله والشكر عندنا الاوفن بوفيه هنا. الاوفن بوفيه فري يجمع العائله العراقيه، هنا يلتمون العائله العراقيه بمطعم صمد. فالمطعم عندنا فري مثل ما يقول نفر 10,000 دينار، فشي بسيط. نقدم لهم من اجبان، يعني شغلات سحور ما بيها اي بهارات، ما بيها اي مثلا يعني فشي اثر المعده. والحمد لله والشكر يعني الناس استقبالها كلش يعني زين للاوفن بوفيه. فتعرف الاوفن بوفيه هنا عندنا العائله العراقيه يعني يجتمعون هنا، يحبون هيك اجواء المطعم، يحجون عن رمضان، يحجون عن مشاكلهم، يحجون عن العيد، يحجون عن كل شيء. فما اعرف يعني شو اوصف لك، مثل ما شفتوا صورتوا قناتكم يعني الزبائن اللي عندنا، والحمد لله والشكر. الاكلات نقدمها طبعا احنا نقدم الاكل التقليدي، عندك الباقله بالدهن يحبونها كلش يعني خاصه بالسحور. عندنا البورك بالجبن هم كل شيء يحبونه. عندنا المخلمات اضافه الى تمن ومرق، يعني هم اكو ناس يحب تمن ومرق، اضافه الى كاهي، قيمر، اجبان، زيتون، المربيات بانواعها، يعني هوايه هوايه عندنا شغلات نقدمها بالاوفن بوفيه. طبعا عصائر برتقال، الاطفال يحبون الكورن فليكس نقدم لهم، شوربه العدس هم يعني هي وجبه رئيسيه طبعا بالسحور، الخبز الحار، الصمون الحار، البيتزا، اللحم بالعجين. والله ما شاء الله مطعم بستون صمد، يعني ما يراد له دعايه ولا يراد له وصفه. احنا ما شاء الله بربيل الامن والامان متوفر والحياه حلوه، واحنا جايين من الموصل وجايين هنا لاربيل والحمد لله والشكر. وبغداد هم بستون صمد يعني له دور والحمد لله والشكر. العواير طالعه والساعه 2:30 بالليل يعني، وما ظل نص ساعه السحور يخلص، والحمد لله والشكر. اذا اشوف يعني الاجواء كلش حلوه ويقدم مأكولات حلوه، وهذه واني يعني هو هم اخويا وصاحبنا، واني ابو مطعم الجندول، لحم عجين جندول باربيل وبغداد وبالموصل، والحمد لله والشكر يعني ما يوصف. والحمد لله الاجواء تشوفوها يعني، واربيل يعني هي عاصمه كردستان، يعني كردستان ما توصف كم العراق، يعني هي الحمد لله لها مكانه ولها ضمير العراقيين كلتنا احنا الحمد لله والشكر. يعني ملاذنا الامن لنا كعرب والحمد لله والشكر، هم اخواننا يعني حاوينا وخلينا هنا وعايشين مرتاحين والحمد لله والشكر. كل رمضان كل العراق بخير وكردستان بخير وشعب كردستان والاكراد والعرب احنا ما على صلاه. ايه الحمد لله والشكر واشكركم هاني. بصراحه بدك تحس انه الجو كانما للاسد احكي كانما قاعد بعشاء، ما تحس انه قاعد سحور. الحمد لله امان والوضع حلو ومرتاحين والجو حلو. احنا عاده فطور نطلع، يعني اول مره نطلع سحور، تغيير يعني حبينا نغير. يعني بالصدفه اليوم انا دخلت على الفيس فدي يحجون بالسحور على صمد، فعجبني يعني قلت، فقلت له ابو سميه، قال اوكي ان شاء الله نطلع. تغير يعني مو على مود، انا كل شيء اسوي ترى بالسحور عادي يعني. والله تدري احنا صارنا هاي يمكن 14 يوم برمضان، جهال عجبهم قالوا يا بريد نطلع بريد نطلع، وهي فرصه. بنتي روان طلعت الثالثه ويوسف طلع الاول، قلنا همين مناسبه حلوه ونغير اكل البيت، همين ولو اكل البيت كلش طيب يعني ما يتعوض، بس مطعم صمد يعني فشي معروف يعني
واكله يعني هو البيت ما يفرق. بالاضافه الى الحمد لله اشكر احنا بمكان بامان، الله يديمه على العراق كله ان شاء الله هذا الامان. اليوم طلعنا على مدن السحر وهاي رمضان كريم، نغير الاجواء مع البيت، نطلع هنا السحر طيب على جديدكم، الاكل زين يعني نفس اكل البيت، وشكرا يعني على الاكل.